عسلمة، معكم الدكتورة سنس نوسي، أخصائية النساء والتوليد. موضوع اليوم هو كيفية مراقبة الحمل. كما تعرفوا الحمل سيت ان ايفينمون اورو، حاجة مفرحة. كيفاش نجمو نتواصلوا مع طبيبنا باش نتحصلوا على أم لاباس وصغير لاباس؟ في الحقيقة هو نورمالمون في الأصل مرة في الشهر المرأة لازمها تعدي على حبالتها، لكن أنا باش نعطيكم أقل مرات ممكنة اللي تنجموا تزوروا فيها طبيبكم للسيرورة الطبيعية بتاع الحمل. المرة الأولى المرأة تبدأ فرحانة وتجي باش تعدي، حتى الطبيب يبدأ فرحانة بحبالتها زادة. الغرض من المرة الأولى اللي تمشي فيها هو أنه هل هي حمل طبيعي في مكانه وسط الرحم وقاعد ينمو والا لا، هذه مهمه جدا. فماش امراض منقوله تنجم تتعدى من الام الصغيره، فماش امراض وراثه ننتبه لها، فماش سكر ضغط دم، وفما اجراءات معينه يقع اتخاذها اثناء مراقبه الحمل هذايا. زيد في المرة الأولى هذه شو نشوفوا الطول الحقيقي للجنين، السن الحقيقي للحمل، وقتاش صار هالحمل هذايا، ما ينجر عنه وقتاش تبدل من شهر لشهر، وقتاش يدخل شهرها. فماش مشكلة زيد في الرحم والمبايض، هذا الكل في المرة الأولى. ما بين المرة الأولى والثانية مش ديما، إذا سن المرأة كبيرة أو تخاف وهي تحب، إذا زاد كانت عندها حاجات قديمة صارت أطفال مشوهين ولا مشكلة، فما التحليل في الدم يقول لنا الجنين هذايا صبغياته طبيعيين وإلا لا. نستناو المرة اللي بعدها اللي هي وسط الشهر الثالث، باش تصير فيها صورة مهمة جدا، دقق الجنين تعطينا سمك الرقبة نتاعو، وبها هي ككل النساء نطلبوا ان تيست دو ديبيستاج، تحليل التشوهات. في نفس الوقت الصوره هذه مهمه جدا في الثالث باش تدعم الحمل صار في الوقت المعين هذاك، والشهر اللي باش تدخل فيه المراه هو الشهر كذا. به زد الصوره هذه باش توري لنا العروق اللي توصل للرحم تتطلب ان نعاونوها بادويه جري دم شويه للجنين باش توصل خير، باش ما يصيروش تاخير في النمو والا كميه الماء اللي باش يعيش فيه نضمنوا انها تكون طبيعيه. عنق الرحم، هل الرحم شادد روحه فيما يخص عنق الرحم باش يسمح لنا بالوصول لشهرنا وما يصيرش اجهاض. المرأة اللي بعدها مهمة جدا هي في الشهر الخامس، والليكو متاع الخامس ليكو مورفولوجيك، وما أدراك ما ليكو مورفولوجيك، اللي باش توري لنا كل الجزئيات والتفاصيل متاع الجنين، كيف المشيمة قريبة من عنق الرحم ولا لا، الرحم بيدو عنق الرحم، كل حاجة تتعلق بالجنين والحاوية متاعو. ما بين الخامس والسادس يصير تحليل مهم جدا، تحليل السكري، ان تيست دو ديبيستاج، تحليل دم دو ديبيستاج. السابع والثامن نشوفوا النمو نتاع الجنين، الى ان ياتي اخر مره يلزمها مهمه جدا اسبوع قبل شهرها، مجموعه نتاع تحاليل مهمه جدا باش توري لنا فمش مشكله تنجم تتعدى للجنين اثناء الولاده، والصوره والوزن والوضعيه نتاع الجنين، وباش يعطينا ان برونوستيك دو لاكوشمون، كيفاش باش تصير الولاده، نقبل الولاده الطبيعيه او القيصريه، وبالطبيعه موعد الولاده والمراقبه اثناء الشهر نتاعها، قداش من تخطيط يلزمها تعمل، فماشي اطباء اخرين شو يدخلوا معانا من اجل التنسيق، مهمين جدا ونجموا ديجا يكونوا دخلوا معانا اطباء السكر وكل شيء. كل هذا باش نتحصلوا على ام لاباس بعد الولاده وتفرح بصغيرها اللي يكون لباس. إن شاء الله ربي يفرحكم بصغيراتكم الكل، وكل مرأة تفرح بحبلتها. مرحبا بكم.